صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ثمانية لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون النظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدلة جاء فيه المادة الأولى يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدلة المرافقة لهذا المرسوم